النادي الأهلي حقق فوز كبير على سيراميكا 4-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. بالفوز ده بيرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 72 في صدارة الدوري المصري الممتاز، لينفرد بصدارة الدوري، وبيتوقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة في المركز الثامن بجدول المسابقة. فريق المقاولون العرب فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن مؤجلات الجولة 19، وبالفوز ده المقاولون بقى في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، والزمالك بقى في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة. إدارة مهرجان العالمين الجديدة 2024 أطلقت فعالية رياضية جديدة بتتمثل في مسابقة أسرع لاعب كجزء من الأنشطة الرياضية الترفيهية المميزة اللي بيشهدها المهرجان السنة دي. منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني خوان كارلوس باستور خسر أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 30-27 في تاني مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024. البعثة المصرية احتفلت داخل القرية الأولمبية ببرونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية واللي بتقام حاليا في باريس من الفترة من 26 يوليو لغاية 11 أغسطس المقبل. كمان محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح احتل المركز الخامس في منافسات أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من بطل إيطاليا في منافسات ربع نهائي منافسات سلاح الشيش لأولمبياد باريس 2024. ندى حافظ ودعت منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من دور ال 16 عقب الهزيمة أمام الكورية جون هيانغ المصنفة العاشر عالميا بنتيجة 15-7. دلوقتي خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود مرة تانية لزملائي هنا في الاستوديو هبة ومصطفى لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر.